داش بورد. فده كده ايه؟ دي لوب ام ار سي انتجريتور. انا فكرته يعني عشان اللي كان ناسي، هو في اوت على في ان بتساوي ايه يا شباب؟ ناقص زد 2 على زد 1. كان في سيركت لطيفه كده بنسميها الجيرتي امبليفاير. عندي حاجه هنا كده ار 2 وعندي حاجه هنا كده ار 1. وهنا ده كده في ان وهنا ده كده في اوت. والاوت اللي في اوت على في ان هي مين؟ ناقص ار 2 على ار 1. برضه مش فاكرين؟ ماشي كده مش فاكرين اوت خالص. ماينس وبعدين انا رجعت لكم على الاوب ام واحده من السيشنز شابتر 6 يعني. انا خدنا سيركت في اوب ام. طيب المهم بدي ناقص زد 2 على زد 1 اقدر اقول انها ناقص واي يبقى كده ار واي ار واي دي تعالى نكون فاكرين مين الواي المتنس يعني تمام؟ واي 1 واي 1 ده اللي موجود هنا ريزيستنس يبقى ده اشيله واحط مكانه واحد على الار. واي 2 ده الكباستور الزد بتاعت الكباستور كام؟ جي اوميجا 1 على جي اوميجا سي دي زد او الواي هي مين؟ جي اوميجا سي يبقى ده كده جي اوميجا سي فده هيطلع ترانسفير فانكشن بتاعته حاجه عامله كده ناقص واحد على جي اوميجا بس يعني السيركت اللي قدامي دي ترانسفير فانكشن بي اوت على بي ان هتبقى هي مين؟ ناقص واحد على جي اوميجا بس. ده عباره عن ايه يا شباب؟ ده انفرتنج انتجريتور. انتجريتور واحد على جي اوميجا انتجريتور كانك بتكامل يعني تمام؟ طبعا واعتقد مفهومه بالنسبه لكم دلوقتي ليه واحد على جي اوميجا تتكامل؟ مفهومه ولا مش مفهومه؟ جي اوميجا ديفرنشيشن واحد على جي اوميجا انتجريشن كلام بروبرتس بتاعت الفري ترانسفير. لو مش فاكر افترض الانبوت اي جي اوميجا. اي جي اوميجا لما افترضها واحده ايه؟ هنضرب في جي اوميجا. اي جي اوميجا كامله هتديك ايه؟ واحد على جي اوميجا. يبقى واحد على جي اوميجا تكامل يبقى ده كده تكامل. يبقى ده الانتجريتور. في اشاره يبقى ده الانفرتنج انتجريتور. ده كلام شابتر 6 انفرتنج انتجريتور. اول كلام القديم اللي قعد عليه في الانترنت. عاوزين بقى نشوف الزد ترانسفورم. ازاي نقدر نعمل اناليسيس لسيركت سويتش الكباستور انتجريتور. يعني ايه سويتش الكباستور انتجريتور؟ يعني هنشيل الار اللي موجوده هنا ونحط مكانها ايه؟ ونحط مكانها السويتشين ونكسر الفلوس ده تصبر على رزق. ده المساله اللي بعديها على طول فيها اربع سويتشات اللي بعدها فيها ثمانيه. والله ايه؟ ديفرنشال جروب. طيب فهنا كده السيركت ده حاجه عامله ده الماينس وده البلس ده هنا كده سويتش. إيه اسم السويتش للحاجه ده ممكن نسموه وهنا كده ايه؟ ده سي 1 وهنا كده سي 2 ده دي اوت وده هنا كده في ان ده فاي 1 وده كده فاي 2 طبعا الحاجات اللي انتم المفروض تبقوا فاكرينها يعني ان انا هنا ان انا عامل نيجاتيف فيدباك والاوب اب بتاعي دي انفنت جين فدي بلس ايه؟ بتساوي في ماينس اعتقد انتم فاكرينها تمام؟ فدي بلس بتساوي في ماينس فالمفروض بقول عندي هنا كده ايه؟ في فيرشوال جراوند في ماينس بتاعتي فيرشوال طيب الستبس اللي انا هستخدمها هنحل بيها المسألة إيه؟ نفس المسألة اللي إحنا هنعمل شوية هنحل المسألة دي ليها بنفس الستبس. آدي عامل الفاي 1 حاجة عاملة. ده هنسميه أب وده هنسميه إيه. الفاي 1 لما يبقى شورت سيركت بسمي الإنبوت والأوت بتوعي أب. لما يبقى أوبن سيركت بسمي الإنبوت والأوت بتوعي إيه؟ بسميه إيه؟ طيب. طيب يا شباب إيه اللي إحنا هنعمله؟ مهم جدا في اول المساله تحدد النقطه اللي هتعمل عندها تشارج اوبزرفيشن وتحدد البولاريتيز بتاعه الكلاسيك دي اهم حاجه قبل ما تبدا تفكر في اي حاجه بعد كده في المساله والا المساله هتبوظ منك كترانسفير فانكشن. حدد النقطه اللي انت هتعمل عندها تشارج اوبزرفيشن وزي ما اتفقنا اختار نقطه تكون بعيده عن السورس يعني اختار نقطه مثلا تكون دي يعني ما تختارش النقطه دي تمام؟ النقطه دي هيبقى فيها مشكله اختار نقطه تكون بعيده قوي عن السورس نقطه تانيه تاني حاجة حد البولاريتيز بلس ماينس بلس ماينس مالهاش رول بس المهم يبقوا ثابتين يعني مش لازم يعني يبقى ده بلس ده ماينس ممكن العكس مش مشكلة بس حاول تثبتهم ليه؟ عشان لما اجي اقول والله هي التشارج المحطوطة على الكباستور هي سي في الفي فالفي دي اعرف اكتبها صح بل دي ده بوتنشال ديفرنس بقول اه دي الفي اللي هنا ناقص الفي اللي هنا لو عملت الكلام ده في واي لازم اجي في واي 2 اعمل ايه؟ التشارج اللي موجود على الكباستور هي سي في في اللي هنا ناقص في اللي هنا معكس تمام؟ طيب حلوه احنا كده حددنا البولاريتي بتاعت الكباستور حددنا النقطه اللي هنعمل عندها تشارج بوزيشن طيب بقى اليوم اد الفاي 1 ارسم ايكوفالنت سيركت فده مقفول ده مفتوح فالفي ان بتاعتي واصله للكباستور سي 1 فاي 2 مفتوحه فلو بقى بتلاقي حاجه عامله كده ماينس بلس للجاونت هنا ده كده كباستور سي 2 وده هنا كده في اوت طيب
الخطه اللي بعد عندها شورت كونفيجن. انا مش شايف هنا غير مين؟ غير سي كي بس. يبقى التالي لما نقول دلتا كيو توتال بتساوي صفر، مش مقدر غير سي كي. سي كي تايمز في قبل ناقص في بعد. في قبل هي مين؟ بلاس بلاس ماينس بلاس ماينس. في قبل دايما النقطه دي وجهها بكام؟ دايما دي بصفر، دايما سواء فاير ولا مفتوح او مقفول، فدي وجهها دايما بصفر. مشكلتي في الجهد التاني، الجهد التاني هيبقى دايما هو ايه؟ هو في اوت. بس قبل كان اسمه في اوت، بخط ولا ايفن؟ ايفن قبل. احنا هنا شغالين في الارض، شغالين هنا. ده ام وده ام ماينس هاف ودي ام ماينس 1. فقبل هي ايفن، اوف ان اوف ايه اوف مين؟ اوف ان ايه؟ ماينس 1. يبقى قبل هي ايه؟ هي في اوت. في انا فاهم بقى الفي اللي موجوده على الكنسه تبقى هي مين؟ الفي بلس ناقص الفي ماينس، الفي بلس زيرو. يبقى زيرو ناقص في اوت اوف ايفن اوف ان ايه؟ ماينس 1. يبقى ناقص في اوت ايفن اوف ان ماينس 1. طب بعد ما خدش باله منها من الاعمال، بعد هيبقى البوتنشال موجود على الكنسه ده بيساوي كام؟ برضه ناقص. ليه؟ لان ناقص ستيل وده ستيل في اوت، فهيبقى زيرو ناقص، يبقى ناقص في اوت، ناقص في اوت اوف مين؟ ناقص في اوت مين؟ اوف ان ماينس 1 ولا اوف ان ماينس 1؟ ماينس 1. شفتوا الموضوع ازاي سهل قوي؟ بس يبقى في اوت ايفن اوف ان ماينس 1 تطلع هي نفسها في اوت اوف ان ماينس 1 ودي اول كويشن الثاني. اف الفاي 2 السيركت بتاعتي بتبقى عامله ازاي؟ هات الفاي 2 ده كده هيبقى اوبن سيركت وده كده هيبقى ايه؟ هيبقى شورت سيركت. السيركت بتاعتي بعد ما نسيبها هنا احسن. فهات الفاي 2 هيبقى الايكوبلنت سيركت بتاعتي سي 1 موجود هنا وعندي هنا كده ايه؟ الماينس بلس وادي هنا كده جراوند وعندي هنا كده كاباستور وهنا ده كده في اوت هنا ده سي 2 هنا ده كده سي 1 ده هنا كده جراوند. طيب برضه هنيجي هنا عاوزين نكتب الدلتا كيو. دلتا كيو توتال بتساوي صفر. عندي هنا في الكباستور ده سي 1 وعندي سي 2 ده ما يتهيأكش. ما هو سي 1 فعلا كان بينقل الشارج من في ان لفي اوت، يعني سي 1 اللي موجود هنا ده هو بينقل الشارج، بس انا ما ابتديتش ما كنتش بحسب الشارج كونزرفيشن عند الفي ان او عند نقطه زي دي. فالحاله دي مش هقدر اقول ان ده ايه دلتا كيو بتساوي صفر. لا، هو بينقل الشارج من هنا لهنا في حته التشارج او سي 1 قدامه حاجه قدامه فرق في البوتنشال توتال التشارج اللي موجوده على سي 1 اتنقلت بقت موجوده فين؟ توتال التشارج موجوده على سي 2 مش كده؟ طب انا مش مشكله. طيب سي 1 سي 1 الفولت قبل اللي موجود عليها كام؟ ده زيرو ده كده زيرو. طب اللي فوق قبل يعني ده كان مفتوح وده مقفول مع البيئه يبقى قبل كان البوتنشال عليها كام؟ في ان ولا ناقص في ان؟ في ان. يبقى لازم بلس اوعى تحسب بلس في ان. في ان ايفن ولا اوت؟ ايفن. اوت. انا في الايفن يبقى اللي قبلها ايه؟ وانا في فاي 2 انا هنا. وانا في فاي 1 انا هنا. يبقى هنا انا كنت شايف ايه؟ في ان اوت. اوف ان ايه؟ ماينس اوت. يبقى في ان اوت. اوف ان ماينس اوت. ماينس. اخر حاجه هتتحط على سي 1 ده في فاي 2 ايه رايكم؟ البوتنشال بتاع النقطه دي كام؟ زيرو. ودي؟ زيرو. زيرو ده اخر حاجه زيرو. طيب بالنسبه لسي 2 انيشال فاينالي سي 2 لطيف مش كام؟ حلقه دايما ده زيرو ودايما اللي موجود الناحيه الثانيه دي في اوت. يبقى دايما الجهد اللي عليها اسمه ايه؟ اسمه ناقص في اوت. زيرو ناقص زيرو اللي هنا ناقص في اوت. يبقى البوتنشال الموجود هنا على طول اسمه ناقص في اوت. انيشيالي كان ايه وفاينالي كان ايه؟ انيشيالي ناقص في اوت اوت ولا ايه؟ اوت اللي فات زي فوق وفاينالي كان ايه؟ يبقى انيشيالي ناقص في اوت اوت اهو انيشيالي هنا. بص يا حسن وانا شغال هنا فانيشيالي قبل الايفن كان ايه؟ كان اوت. اخري عند ايه؟ يبقى اولي عند مين؟ عند ايه ماينس. يبقى اولي كان عنده في اوت اوت اوف ان ماينس 1. شباب اكبر وتبدا هو ده بالظبط بس بدل ما الاقي اوت اوت ده ايه؟ ده ايه؟ طب والفاينل؟ في اوت اوت في اوت ماينس برضه؟
دي اول قطعه الاقيها اه الاقيها مين المعادلتين دول انا عاوزك الديفرنس ايكويشن دي معادله ثانيه ودي المعادله الاولانيه انا عاوزك الديفرنس ايكويشن بتوصف السيستم تبقى ازاي اهو ده وانا ما ينفعش افتح عندي فري فيريبل انا عندي هنا دي اوت ايفن دي اوت اب دي ايه اوت عندي فري فيريبل انا عاوز اعمل كل فيريبل فابصر تعويض شيل دي اوت اب وكان ماينس اب واحط دي اوت ايفن وكان ماينس 1 يبقى عندي هنا افضل سبستيوشن هيكون عندكم مشكله لو مسحت دي C1 دي ايه مضرب وكان ماينس 1 بلس C2 ناقص V اوت بدل اوب تبقى ايه؟ ايفن بدل ان ماينس اوب تبقى ان ماينس 1 ماينس 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 تبقى بلس في اوت ايفن اوف ان خلاص كده المساله بتاعتي بس ايه اللي انا هعمله بعد ما اخش استنى الباسبور اعمل ايه؟ اخد الزد اطراف ده كل الليله دي تبقى في الاسناد الجديد المنظر اللطيف ده دي الديفرنس ايكويشن يعني نفس الكلام كنا بنعمله مع بعض شوف بس بنمسك سيركت لطيفه كده وبنعمل عليها شويه اناليسيس بس الاناليسيس كان لطيف لان انت خدت سيركتس 1 وفي الكترونكس 1 وفي 2 يعني العلاقات البديهيه والفيزكس قبل كده العلاقات الانتجرال والديفرنشال اللي هو ماكسيمال ايكويشن اللي بتربط الكرنت والفولتج في كباستور او في كوليوم كان الموضوع بالنسبه لك سهل كان باي ايكويشن كده مش صعب انما المشكله هنا الكونسبت وشكل الدراسه مختلف سيستم ديسكريتايزر فاحنا مش بنعمل حاجه عاديه هو اللي احنا بنعمله احنا عاوزين نوصل ليه؟ للديفرنس ايكويشن اللي بتوصف السيستم. وصلنا لها مساله اتحلت. مساله اتحلت ازاي؟ كل اللي هعمله بعد كده ان انا اخد زد ترانسفير للايكويشن بتاعتي. ها؟ ايه رايك يا خالد؟ شايفك مصحصح جامد قوي معانا النهارده. ها؟ ايه ما شفتوش كويس ولا ايه؟ لو قولوا لي كده كمان مثلا ساعتين ولا حاجه لو عايزين تعملوا ايه؟ ها؟ معلش والله ايه حقكم عليا انا المفروض اجيب لكم حاجه معايا بس انا يعني اعمل لكم مفاجاه ان شاء الله يعني بعد ما تخلصوا كده يعني هعزمك يا ارحمنا برضه يعني هنعمل لهم افطار يعني هعزمكم على افطار مع زمايلكم في ثلاث اتصالات عندنا في الجامعه هعزمك ما تقلقش يعني بس لازم تيجي عارف ما جيتش هزعل منك قوي يعني يعني هنعمل شويه فقرات كده لطيفه فهعرفكم تبقوا مؤمنين يعني ان شاء الله فقرات سيجنال وزاد كل اللي انا هاكل جوايز كده اه الله طيب فمعلش اقعد عليا انا عارف اه ما يعني ما جبتلكوش حاجه معايا النهارده من اخر يوم يعني بس ايه تتعوض بقى بعد ما تفوقوا انتوا من الحاجات اللي عليكم وتتعوض ان شاء الله يعني هيبقى اولموست مثلا الاسبوع الاخراني من رمضان والاسبوع اللي قبل الاخراني طيب لو عاوزين تشربوا حاجه وتيجوا تاني خلاص المساله ممكن تاخدوا بريك واديكوا بعدها المساله هو انا تقريبا خلصت الوقت هنشوف هنعمل ايه طيب لو نستخدم بس الترانسفير فانكشن وبعدين نبقى يعني هقول لكم كام ملحوظه عشان لو انتوا عاوزين تحلوا مسائل ثانيه شبه دي تعرفوا الدنيا ماشيه ازاي لان اوبس مش دي مساله هحكي لك تمام يعني في غير المساله اللي هحكي لك المساله فيها اربعه سوتشات او ثمانيه عشان مساله اصغر يعني بس هنا كده ايه؟ بس هو سيب الاناليسيس الدنيا سيستماتيك يعني خلاص طالما انت فهمت الفكره خلاص الموضوع يبقى ايه؟ سيستماتيك طيب ايه رايك يا شباب؟ هعمل زد ترانسفير هيبقى عندي ايه اهو بس؟ يوزنج الزد ترانسفير هيبقى عندنا سي 1 في ان وات اوت اوف الان ماينس اب بيساوي سي 2 في اوت اوب احنا عشان نعرف في انبوت اوف الزد بزد اس ناقص هاف في اوت اوف الزد بزد اس ناقص واحد ناقص سي 2 في اوت اوف الزد مش كده ولا ايه يا شباب؟ شفت يا زد كله اس ناقص نص شفت نص ناقص نص يا زد اس ناقص نص شفت ناقص واحد يا زد كله اس ناقص نص نجمع ونختصر كده بتلاقي في اوت اوف زد على في انبوت اوف زد في انبوت اب وفي اوت ايفن وفي اوت ايفن الاثنين على بعض هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي هنا اللي قدامي في ان سي 1 زد كله اس ناقص ها واللي تحت ايه؟ سي 2 زد كله اس ناقص 1 ناقص سي 2 او ممكن ناخد ناقص كومن ناخد ناقص سي 2 كومن فيبقى عندنا ناقص سي 1 على سي 2 زد كله اس ناقص ها على 1 ناقص زد كله اس ناقص 1 تبقى المنظر اشمعنى المنظر ده احنا
عاملين بالزد ترانسفورم بقت عندنا ايه؟ واحد على واحد من الزد وسناس واحد. فانا عاوزه كده بالشكل. ودلوقتي لما نحولها لكونتينيوس تايم او لابلاس فورم يعني هيبان اكتر ده بيعبر فعلا عن بوست انتجريتد بالمنظر ده. لازم اخد ناقص كومنت. طيب لما لقيت ناقص كومنت خلاص ما عنديش مشكله. بس دايما نحاول نخلي شكلها ايه؟ ده شكل انت راضي عن الزد ترانسفورم. طيب زد النيجاتيف هاف دي معناها ايه؟ الديلي ما بين الفي ام اب والفي ار اي في ام اب في الفاي 1 بيخش في ام اب بيطلع في الفاي 2 بس فاير منهم ايه؟ نص فاليو. طيب طب لو انا عاوز اخد في ام اب على في ام اب هعمل ايه؟ انا فاهم في ام اب كل الزد ترانسفورم الكلام دوت فيبقى في ام اب في الزد زد ناقص واحد بتساوي في ام اب اوف زد زد اوف سماش. يعني في اوت ايفن اوف الزد هي في اوت اوف اوف الزد بزد اوف نص ودي زد ناقص واحد. يبقى اقدر اشيل في اوت ايفن اوف الزد واحط مكانها ايه؟ في اوت اوف اوف الزد على في ان اوت اوف اوف الزد في عم زد اه تروح تاني كده ايه؟ زد نيجاتيف وعم زد نيجاتيف اه فوق. يبقى الكلام ده هيدي ايه؟ ناقص سي 1 على سي 2 زد نيجاتيف اه على واحد من الزد نيجاتيف اه زد نيجاتيف اه فوق. يبقى ده معناه ايه؟ ان في ديلي فاليوم كامله ما بين في ام اب وفي اوت اب. في ام اب بتخش هنا في الفاي 1 بتخش هنا على السي 1 مش واخد بالك لازم على السي 1 وبتطلع في اخر البريود على مين؟ يعني اخر البريود اللي خلاك هنا ايه؟ اللي بعدها هيبقى اب فمحتاج انتظر بريود كامله ادخل في ام اب يطلع لي ايه؟ في اوت. ده بص انتجريتور اه لا سوري ده بص انتجريتور ايضا انتجريتور اه تعال نزل اقرا فوق وتحت في زد حصل حاجه ما حصلش حاجه يبقى نيجاتيف سي 1 على سي 2 وهيعمل على زد ناقص واحد. الزد هي مين؟ لسه قايل من شويه العلاقه ما بين الزد ترانسفورم واللابلاس دي اس تي. وممكن اقربها لان احنا عندنا هنا التي بتاعت الكلوك بتاعتي صغيره قوي نانو سكند انما حسب الاس بتاعتي رقم كبير الاس بتاعتي يبقى مثلا رقم كيلو هرتز مش رقم كبير رقم صغير بالنسبه للفريكونسي بتاعت الكلوك وده رقم صغير جدا للنانو سكند فحسب ضربهم رقم صغير جدا هيبقى توتال ايه؟ عندنا رقم صغير فاحنا بنستخدم تيرور ابروكسيميشن يبقى الكلام ده واحد زي اس تي. بتعمل ايه يا حسن؟ مش عارف البوست ولا ايه؟ عادي هقوى انا مش خايف بس ماسك اللاب شكله جميل شويه. طيب فهنا كده ايه؟ لا عادي ما انا هات الفلوس اللي احط عليه ده مش مشكله يعني لو عايزين تشتغل حاجه انا ما عايزينش بقى بقى ساعتين قاعدين ما اتحركتوش خطوه واحده ثانيه اي لو اعرفش الحاجات شيل السند وحط مكانها بقى البلس اس تي يبقى الكلام ده هيديني ايه؟ نيجاتيف سي 1 على سي 2 في مين؟ واحد على واحد زي اس تي ماينس واحد طيب ده مع ده ده واحد على اس تي مضروب في نيجاتيف سي 1 على سي 2 يبقى الكلام ده عباره عن ايه؟ جريت ولا لا؟ مش الاس دي جي اوميجا؟ لا ده هنا في مفاجاه كمان. ايه المفاجاه؟ المفاجاه هنا ان انا اصلا في اول المساله لو كنت شلت البلوك ده كله على بعض اللي موجود هنا وحطينا الار بتساوي تي على سي 1 وعوضت في العلاقه دي كان هيطلع لنا الناتج النهائي. اشتغلنا بقى ولا ايه؟ يعني مره تيجي تقول لي في البوبس فلتر هنحط ريزيستنس وبعدها كاباستور ونستخدم العلاقه في الترانسفير فانكشن ما تطلعش هي هي لو شلت السويتش الكاب ريزيستنس وحطيت الكوفرنت ريزيستنس ومساله ثانيه جايب لي لوسلس انتجريتور لو شلت السويتش الكاب ريزيستنس وحطيت الكوفرنت ريزيستنس وحللتها بقى لو كان ار سي عليا اطلع على نفس الترانسفير فانكشن هو ايه اللي بيحصل؟ يا جماعه بس الاول نطمن لو شلت هنا الار بتاعتي وحطيت تي على سي 1 يبقى الكلام ده هيديني ايه؟ ناقص واحد على جي اوميجا. جي اوميجا اللي هي اس اول تي على سي 1 يبقى تي على سي 1 سي اللي هي هنا سي 2 فالكلام ده هيديني ايه؟ ممكن سي 1 يطلع ورا يبقى نيجي في سي 1 على سي 2 واحد على اس 2 يبقى هي نفس العلاقه اللي موجوده هنا ولا لا؟ نفس العلاقه عشان الاوب ام الار عليه لان هنا الاوب ام بتاعي ما خلاش لودنج بتوين التو ستيجز العلاقه اللي انا سلكتها هنا دي اوت عن دي ان ما اتغيرتش لو حطيت الستيج الثانيه لان الستيج الثانيه دي مش بتسحب كارت انا شايف هنا ايه الريزيستنس بتاعها كبيره قوي انفينيتي والكارت اللي بتسحب الاوب ام زيرو فالعلاقه اللي انا استنتجتها الاوباب ده كله على بعض ولا كانه فارق معايا في العلاقه القديمه اللي انا استنتجتها فعادي كان ممكن من اول مساله اشيل سويتش الكام واحط مكانه ريزيستنس
ستابل ترانسفر فانكشن تاخد زيرو طبعا لو حليتها بالاسلوب ده تمام. الاسلوب ده ممكن ليك كشك يعني اوعى يعني لو جت لك مساله زي كده مثلا اوعى تحلها بالاسلوب ده تقول ان انا ينفع اشيلها احط اللي فوق يعني تمام. ده ليك حاجه تشك يعني لكن ساعتها مش في اي لازمه للزد ترانسفر ولا الكلام اللي احنا بنعمله. طيب قبل ما اخد بريك بس انا عاوز ايه نتكلم عن حاجه مهمه. هو سيركت زي اللي قدامنا فيها حاجه بسيطه جدا يعني ده انا هحط ده السيركت اللي انا حددها لك يعني تكون بقى تكون حددها لكم على البيج ولا ممكن يعني انزلها لكم بس في الورقه تحطوها حسب ايه؟ الوقت لا فايبر مهندس. واحنا مش بالترانزستور كنا بنستخدمه ساعات كريزيستنس برضه؟ اه طب ليه فكروا كده؟ الترايور ليه فكروا كده؟ كده ايه؟ كده بتلعب معايا. بتلعب معايا ازاي؟ انا قلت لك مشكلتي الريزيستنس نفسها ان كورليشن بينها وبين الكباستر. طب ايه حل؟ ان انا ممكن اشيل الريزيستنس واحط حاجه تبقى كورليتد. ما هو كده كده السي والمص الاثنين بروسيسز مختلفه وهيبقى في نسبه خطا وكمان الترانزستور مش دايما بقدر اعمل بيه ريزيستنس قيمتها عاليه، بس كلامك صح. لو احنا مثلا بنتكلم عن جي ام سي فلتر ففي جي ام سي فلترز لو انا محتاج الجي ام اللي هو كلاس كونتاكت مص يعني مص لو في الجي ام سي فلترز او في المص سي فلترز يعني لو محتاجين ريزيستور بجيب مص واعمله دايركت كونتاكت تمام؟ يعني ممكن يا اما اجيب مص في الترايود بس طبعا مشكله المص في الترايود ان هو بيكون نون لينير انت الكوشة نفسها الاي ريد بتساوي كي في في جي اس ماينس في دي اس في جي اس ماينس في تي في دي اس ماينس في دي اس سكورد على الكي فانت بتعمل في دي اس سكورد على الكي لو تكون صغيرة مش افكتفلي كلام حقيقي هي رقم لينير يا اما تستخدم ديفرنشال ان وديفرنشال اوت قوم قال مثلا وساعتها ممكن تستخدم نص في الترايوت يا اما بتستخدم بقى الدايركت كونكتد بص الدايركت كونكتد في جي تي الدايركت كونكتد جي ام صح ده لو السيركت اصلا البروبرتيز بتاعتها فانكشن في الموس بارامترز الدبليو على ال والكي والدي والحاجات دي لكن انا اصلا البارامترز بتاع بارامترز بتاع السيركت فانكشن في سيت فليه دي الموس وبقى عندي موس وبقى عندي سي وبقى عندي موس في نسبه خطا وسي فيها نسبه خطا انا ما حطش كورليشن ولا انا خليت السيركت بتاعتي كلها فانكشن في مين؟ سيهات بس لما اجي اعمل فوتوماتوجرافي اللي هو التصنيع بتاع الانتجريتد سيركت يعني نفس البروسيسز اللي حطيتها على سي 1 هي نفسها انا لو عندي نص وسي لا ده حاجه وده حاجه يبقى انا ما عملتش مشكله بلس ان الريزيستنس اللي بنعملها بالنص ما نقدرش نعمل ارقام كبيره بقى يعني ارقام بقى سلامه الكباستور مالوش حل خالص غير ان هو يبقى كباستور لا هو انا ما عملتش مالوش حل ولا يعني بص ليه حل تاني هو الفلترز ده موال موال ليه حاجه اسمه بعد الشهر اعرف بعد السنين يعني فيعني يعني ممكن نعمل سيركت في حل بص يعني لو انت يعني الموضوع مضايقك قوي انا ممكن انزل لك 20 سيكشن يعني 20 سيكشن كل سيكشن في مثلا بتاع 50 ورقه ولا حاجه كاتبهم انا زمان يعني هندسه القاهره اديهم لك مع نفسك طرق مختلفه بقى مفيش حد في حلول يعني السويتش الكاب ده واحد من ضمن انواع كتير قوي من الفلترز تمام ممكن انزل لكم دايجرام مش احنا شباب خدنا السنه دي السنه اللي فاتت ده هو ام ار سي فلتر ده حلو مودرت فريكونسز يعني بيشتغل بكيلو هرتز بميلي هرتز بس نسبه الخطا فيه كبير في حاجه اسمها جي ام سي فلترز بيشتغل على فريكونسز اعلى نسبه الخطا فيه في حاجه اسمها ال ال سي ال ال مشكلته يعني اسوشيتد بنويز عاليه جدا واريا كبيره قوي جوه الانتجريتي سيرف بتاعه فانا بشيل ال ال وبستخدمه هو كان قصه طويله قوي فاحنا في عندنا ديفرنت سولوشنز في تريد اوفز انا بدي لك الحاجه اللي هي الريزنت ترانسفورم اي حاجه يا استاذ ممكن نتكلم عنها فضل. طيب بس عاوزين نتكلم عن ام السيركت دي لما تاخد بريك ام السيركت دي حاجه اسمها البارازيتك سنسيتيفيتي واللي احنا هنتكلم الكونفيجريشن هنتكلم عنه بقى يعني او اللي هنزله له تاني بارازيتك انسنسيتيف كونفيجريشن. ليه الكونفيجريشن ده بارازيتك سيستم؟ يعني ايه بارازيتك سيستم مبدئيا؟ هو في كاباستنس موجوده عندي في السكريبت غصب عني انتوا خدتوا لارج سيجنال سمول سيجنال سمول فريكونسي اناليسيس وهاي فريكونسي اناليسيس الترم ده مش هتعرفوا تعملوا فريكونسي وهاي فريكونسي يعني طب نص بس ونص بس ميد رينج برضه يعني تشيلوا النص وتحطوا بس يعني لو بص بتحط مثلا الار انفينيتي بتاعتها و لو ار باي و بيتا اي بيز مثلا حتى مفيش مثلا سي جي اس سي بي اس كباسترز طيب لا ولا في بس في في طيب هو في عندنا حاجه اسمها البارازيتك كباسترز يعني عموما
انت عندك لو انت جبت سيركت بتاعت الاردوينو وانت بتوصلها وعندك اسلاك عيانه كتير في السيركت يعني اي سلكتين بينهم هواء ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن كباستر. الكباستر ده انا قصده انا بقول غصب عني ففي كباسترز كتيره قوي بتبقى موجوده غصب عني في السيركت. واحده من ضمنهم بنسميها بارازيتك، بارازيتك غير مرغوب فيها. واحده من الكباسترز دي الستريت كباسترز بتوين النود والجراوند. احنا عاوزين نشوف الايفكت بتاعها على السيركت بتاعتي. مش عارف اقول لكم الكلام ده ولا بلاش. فهي كده ايه؟ بس المشكله ان انا هديكم يعني السيركت اللي بعد دي سيركت مختلفه بتدي نفس الترانسفير فانكشن لكن فيها اربع سويتشات والاناليسيس بيبقى فيه شغل اكتر. ليه؟ عشان نعالج المشكله دي. فلازم اكلمك عن المشكله دي. مشكله اسمها مش هتسال فيها، مش هاجي اسالك قول لي انهي نوع بارازيتك سيستم او بارازيتك سيستم، مش هعمل معاك حاجه. ولكن ابقى عارف الكونفجريشن اللي بعديه ويحل المشكله بتاعت البارازيتك سيستم. هنا يا شباب لو انا موجود عندي كباستور غير مرغوب فيه سي داش، لو عندي هنا كباستور غير مرغوب فيه سي دبل داش، لو عندي هنا كباستور غير مرغوب فيه سي دبل داش، لو عندي هنا كباستور اي حاجه سي دي ما اي حاجه. اي كباستورز اللي دول يبوظ لي الترانسفير فانكشن بتاعتي. هل سي داش ده يعمل لي اي مشكله؟ ولا ليه؟ بغض النظر لوحده هو ده الانبوت بتاع ايديال سورس. دايما الانبوت نود بتاع ايديال سورس بارازيتك سيستم. لو انا عندي الار ار بلس سورس يعني الار بتاعته كام؟ بزيرو. الايكوفلنت ريزيستنس اللي انا شايفها هنا ار ايكوفلنت بتاعت الار دي سورس بزيرو. دي حطيت بقى اللي معاها كابستور هيبقى الار بتاعته بكام؟ تفضل زيرو برضه ولا لا؟ تفضل زيرو. يبقى بالنسبه لي الانبوت نود بتاعت الار دي سورس بارازيتك سيستم. يبقى النود دي بارازيتك سيستم ما بتتاثرش بالكابستورز البارازيتك اللي موجوده في الانتجريتد سيستم بتاعتها. طب ممكن الار اوت بتاعت الهوم اند بكام؟ الانبوت ريزيستنس بتاعت الهوم اند انفينيتي والاوت ريزيستنس زيرو. يبقى هنا انا عندي كباستور كانه بارلل مع ريزيستنس ار اوت بتساوي زيرو، يبقى لا ليه افكت؟ مفيش افكت. يبقى الاوت نود بتاعت الايديال هوم اند برضه بارازيتك انسنس. خلاص يبقى النقطتين دول مش عاملين لي اي مشكله. يعني لو في عندي بارازيتك كباستور حط الغصب عني ولا افكت عني. كده كده بقى السيرك بتاع سوق جامد لو انا عندي بدائل زرقاء موجوده هنا ولا تفرق معايا في ترانسفير فانكشن استراتيجيا من دي او طب الكاب اللي موجود هنا يعمل لي مشكله؟ برضه ما عنديش مشكله. ليه؟ كاب دايما موجود ما بين تو جراوندز فيرتشوال جراوند هنا وجراوند حقيقيه موجوده تحت. يبقى ده لا موجود عليه جراوندز من ناحيتين يمشي في كارت ما يمشيش في كارت يبقى وجوده ولا يفرق معاك ولا يفرق. مين بقى اللي يعمل مشكله؟ ده هي المشكلة لأن كارثة ليه؟ ده بارلل مع السي 1 ولا لا؟ يبقى ايه اللي هيحصل؟ يبقى التوتال كاباسيتنس تبقى هي مين؟ مجموعة دي. فالنود دي سميها اكس هي بارازيتك سيستم. فمشكلة الكونفجريشن ده ان هو بارازيتك سيستم حساس لأي بارازيتكس تتحط. احنا عمالين نتكلم عن السويتش الكام بيعالج الايرورز وبيقلل الفيريانس. حطيت لها بارازيتك كام بهدلت دي. طب ايه الحل بقى؟ الحل ان احنا نلجا للبارازيتك سنسيتيف كونفيجريشنز. انا هسيب لكم بس اشكالهم. ده واحد من ضمن البارازيتك سنسيتيف كونفيجريشنز حاجه عندنا كده. ماينس بلس وعندنا اربع سويتشات بالمنظر ده. هنا كده الـ VM ده فاي 1 فاي 1 فاي 2 فاي 3. عايز اسال لو الريموت موجود هنا شو؟ ده شو؟ فهنا كده عندنا ايه؟ فاي 1 فاي 1 فاي 2 فاي 2 عندنا هنا كده ايه؟ سي 1 وهنا كده ايه؟ سي 2 وهنا كده كده ده انفرتنج انتجريت بس بارازيتك انسنس. وجود البارازيتكس هنا بارازيتك كابس ما يفرقش معايا خالص. تمام؟ ممكن اثبت لكم دلوقتي ليه وجود البارازيتكس ما يفرقش معايا. لو انا عندي هنا كاب سي 1 ايه رايك؟ وجوده ده يغير من حاله السيركت ولا لا؟ لما فاي 1 تبقى مقفوله ايه اللي بيحصل؟ الكاب ده بيشحن. طب ماشي هيبدا يشحن يبقى هياخد شرطه هيقلها يبقى هيعمل لي مشكله. لا لما فاي 2 تبقى شغاله ايه اللي حصل على سي 1؟ اتقفل الحيتين عليه بالعرض. فهو بياخد شحنه مش بيسلمها لحد.
بلاش بلاش كده بس ما اقصدش حاجه. يبقى لا بيسرق كل الشغل تمام. يعني ده الكونسيوم كارب بس خلت طيب فهنا ايه؟ يبقى ده الكونسيوم بس بيسحب كارب لكن ما هوش ايه؟ لكن ما هوش مش بي مش بي مش بياخد ويدليفر. فده مش بيفرق معايا خالص. الكام البارازيتك اللي موجود هنا اسميه سي اسميه سي داش سي 1 داش سي 2 الكام ده هو والله لو فاي 1 هي اللي اه فهنا بيقعد فدي بس فول جام وهنا بيقعد مش كرافت دي. طب لا دي اللي اه ودي لا بارازيتك جراوند جراوند حقيقي بقى مش الفيرشوال جام جراوند هي جراوند هي مش هي جراوند ماشي. فالكونفجريشن ده بارازيتك اساس الكونفجريشن طبعا. يعني بغض النظر انا ما اتكلمتش عن النوت دي ولا النوت دي لان الايموت بتاع الايديال سوشيال او بتاع الايديال جام بارازيتيك سيستم النوت دي الجهد عليها سيرك فيرتشوال جام ده برضه بارازيتيك سيستم. اتفضل. في ابسط يعني فاي 1 يعني الاثنين دول بيفرقوا مع بعض ويفتحوا مع بعض سوري بالنسبه للتحت. لو ده فاي 1 وده فاي 1 وده فاي 2 وده فاي 2 سوتشات طبعا فلاقي برانتي لو ده فاي 1 وده فاي 1 وده فاي 2 وده فاي 2 فده نعم انفرتنج الكونفجريشن. نعم انفرتنج يعني يا رب بقى تاخد قطاع سي 1 على سي 2 واحد على سي 2 انفرتنج بس سي 1 على سي 2 واحد على سي 2 نفس العلاقه يا شباب. يعني الريزيستنس الجزء ده كله الريزيستنس الكوادرنت بتاعته برضه هي مين؟ هي تي على سي وده وبقى مفيش لودنج افكت يبقى هتبقى نفس العلاقه اللي موجوده تمام؟ طيب البارازيتك ده بيضيع كده باور على الفاضي. اه هو طبعا اه يعني في عندي مشكله ان في كارنت بيتسحب اه معاك حق في النقطه دي في عندي كباسترز البارازيتكس اللي موجوده تسحب كارنت بس هي كده كده البارازيتكس موجوده. طب تسحب كارنت خليك تسحب كارنت وتبوظ الترانسفير فانكشن وانا اسحب كارنت وخلاص اوصل كده بعد تسحب كارنت تسلمولي بس بتسلمولي ان ترمز اوف الترانسفير فانكشن ضابط حاجه اللي انا مستنيها هنا يعني بتسلمولي بس ان ترمز اوف على ايه؟ على الترانسفير ما هو غصب عني موجود طب اعمل ايه؟ لان هو موجود يعني ايه بقى؟ فانا بحاول ايه؟ الف موضوع حوالين المشكله دي حاجه موجوده عندي انا بحاول اعمل تريد اوف صغير دي الهندسه عامه الهندسه ان انت عندك دايما مشاكل والمشاكل دي انت بتحاول تتعامل معاها تخليها ازاي؟ هو ده ايه بقى؟ ده طيب هو انا كده يعني خلصنا مسالتنا يا شباب معاكم يعني مش مهندسين هنشتغل معاكم في الدفرنسيوم. انا كنت اتمنى والله احل معاكم المسالتين دول لان اولموست يعني المساله اللي هتحل لكم هتبقى مثلا حاجه عامله كده يعني نحط بقى حاجه كمان فاحنا معلش حاطط الدراما على المسائل النوعيه دي نحط هنا في ايموت واحد وهنا في ايموت اثنين ونخلي اللي فوق ده انفرتنج وده انفرتنج يعني ايه؟ ايش الحياه مع مثلا فاهم؟ طيب طيب يا شباب هو عموما الموضوع سهل والمره دي يعني بنزل لكم ورق كويس جدا زد ترانسفورم وفي ال زد ترانسفورم وفي السويتش كاباسيتورز يعني انا هبعت لكم على الورق اللي موجود معاكم ورق تاني على يعني في الاربع مسائل دول عاملين هذا تفصيلي بلس كمان ان الباشمهندسات كاتبين لكم ورق بلس انا هبعت لهم تاني ورق دلوقتي هينزلوا لكم ورق هينزلوا لكم يعني واحنا اتفقنا ان احنا ان شاء الله الخميس الجاي في ريفيجن على السيجنالز بالكامل هقعد معاكم اربع ساعات اكتر عشان مش مشكله هرجع لكم على منهج السيجنالز